أعلن المجلس الأعلى للشباب والرياضة عن توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بإيجاد الحلول المناسبة لحل الملفات العالقة بالمستحقات المالية للاعبين والفنيين والإداريين وديون الأندية. جاء ذلك خلال ترأس سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة لاجتماع المجلس الأعلى للشباب والرياضة الجديد، وذلك بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وسعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة، إضافة إلى أعضاء المجلس الأعلى للشباب والرياضة الجديد. وفي بداية الاجتماع أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن عظيم شكره وتقديره إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بمناسبة المرسوم الملكي السامي بالتشكيل الجديد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة. وقال سموه: أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام جلالة الملك المفدى باسمي ونيابة عن جميع أعضاء المجلس الأعلى للشباب والرياضة الذين نالوا ثقة جلالة الملك لنواصل مسيرة العطاء والبناء في هذا الوطن تحت راية جلالته، ولنكمل مسيرة الخير للحركة الشبابية والرياضية والتي حققت في عهد جلالة الملك العديد من الإنجازات المتميزة على مختلف الأصعدة. وأضاف سموه أنه امتدادا للكلمات السامية لجلالة الملك المفدى خلال انعقاد الدور التشريعي والتنفيذي، وامتدادا للمبادرة التي أطلقت عام 2018 بتسمية عام الذهب، ستحظى الرياضة البحرينية بمسمى العصر الذهبي من أجل تحقيق المزيد من التفوق والازدهار والإنجازات. وفي هذا الإطار رحب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بأصحاب السمو والمعالي والسعادة أعضاء المجلس الأعلى للشباب والرياضة في دورته الجديدة، مقدرا سموه عطاء أعضاء المجلس السابق ومتمنيا سموه لهم التوفيق والنجاح. هذا ونقل سموه تحيات وتقدير جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه إلى أعضاء المجلس الأعلى، مشيرا سموه إلى أن هذه الثقة تسير تجاه تحقيق التطور التصاعدي للقطاعين الشبابي والرياضي. بعدها تم مناقشة جدول الأعمال، ورحب المجلس الأعلى للشباب والرياضة بتزكية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة لسمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة رئيسا للجنة التنسيق والتنفيذ والمتابعة، وبتوجيه من جلالة الملك وجه سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وزير شؤون الشباب والرياضة سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد بحل ملف مستحقات الرياضيين والإداريين والفنيين العالقة وديون الأندية، ووجه سموه الوزير بحماية حقوقهم كونهم ثروة من ثروات البحرين الغالية. وأوصى المجلس الأعلى للشباب والرياضة بإنشاء صندوق رياضي بموجب مرسوم والبدء بالإجراءات الرسمية لإنشاء الصندوق، ويعنى بإدارة واستثمار الأصول الرياضية في البحرين وزيادة الإيرادات لدعم الحركة والعمل الرياضي بشكل مستديم يضمن مستقبل الرياضة. ووجه سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بتسمية الصندوق الرياضي بمسمى صندوق طموح، كما وجه المجلس الأعلى للشباب والرياضة بتفعيل دور الرقابة لوزارة الشباب والرياضة على الهيئات الخاصة العاملة في الأندية والاتحادات واللجنة الأولمبية بموجب قرار رقم 21 لسنة 1989، بحيث لا يتعارض مع الميثاق الأولمبي والأنظمة الدولية. ووجه سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتغيير مسمى المسنين إلى كبار المواطنين في البحرين على فئة كبار السن. هذا وفعل المجلس الأعلى للشباب والرياضة حقوق الأندية في عضويتهم في الاتحادات الرياضية بعد ترخيص النشاط الرياضي المحدد من قبل وزارة شؤون الشباب والرياضة، كما تم اعتماد 4 أنشطة رئيسية لتسجيلها في وزارة الشباب والرياضة، وهي الفريق الرياضي، نشاط إدارة الاستاد الرياضي، نشاط إدارة المجمعات الشبابية، ونشاط إدارة المجمعات الرياضية. هذا ووجه سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وزير شؤون الشباب والرياضة التنسيق مع وزارة التربية والتعليم حول دراسة توفير المنشآت الرياضية للاستخدام الرياضي، وتكليف الوزارة بإيجاد آلية رسمية لاستخدام هذه المنشآت. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اولا نتشرف الثقة السامية لإعادة اولا انتخابنا في مجلس الأعلى للشباب والرياضة، كوني كرئيس لهذا المجلس بتكليف من سيدي حضرة صاحب الجلالة، وأيضا
بجميع الأعضاء الموجودين معنا في هذا المجلس، كل واحد منهم يضيف لنا قيمة مضافة لهذا المجلس بآرائهم وأفكارهم وخبرتهم أيضا في مجالات عملهم، اللي هي إن شاء الله راح تخدم الأمر السامي بتطوير هذا القطاع الشبابي والرياضي في نفس الوقت. بالنسبة لاجتماعنا الأول اليوم، اجتماع جدا مميز، كان مكثف وطويل، ناقشنا في مواضيع كثيرة وأهمها طبعا هي معالجة بعض النواقص وبعض التحديات اللي احنا نواجهها، وخاصة بعض التحديات الأندية والالتزامات اللي عليها، وهذه كان جزء من المواضيع، وأخرى أيضا تنموية، وأخرى أيضا قانونية، وأخرى أيضا مشاريع تواكب طموحاتنا وأحلامنا إن احنا نرتقي بالمستوى الرياضي والشبابي إلى العالمية. فإن شاء الله بهذا الثقل اللي شفته اليوم معاي في هذا المجلس، احنا نعد إن شاء الله جلالة الملك وقيادتنا الرشيدة وكل شخص مهتم في القطاع الشبابي والرياضي وكل شاب وشابة، أن احنا إن شاء الله عند هذه المهمة وعند هذه الثقة السامية، وأن إن شاء الله احنا نرتقي معاهم للعالمية بإذن الله. قرارات وتوجيهات جديدة في الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للشباب والرياضة الذي عين من قبل جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. المجلس وجه بأهمية معالجة مشكلة الديون المتراكمة على أندية المملكة والبدء في عجلة التطوير من خلال خطط مدروسة وإجراءات تصب في مصلحة هذه القطاعات الرياضية الهامة من خلال صناديق استثمارية تخلق إيرادات تساعد لحل المشكلة. المجلس الأعلى للشباب والرياضة اليوم ركز على نقاط أساسية، وهذا بناء على توجيهات سيدي جلالة الملك. الأهمها هي ملفات عالقة اللي صار لها سنوات كثيرة من 2003 إلى اليوم، وأهمها موضوع ديون الأندية ومستحقات اللاعبين والفنيين والإداريين في الأندية الوطنية. فقد وجه المجلس الأعلى للشباب والرياضة بناء على توجيه وأوامر سامية من جلالة الملك بإنشاء صندوق رياضي خاص بإدارة المنشآت الرياضية والأصول الرياضية اللي تملكها الدولة ورفع إيراداتها، حتى يتم استثمار الإيرادات في دعم الأندية والحراك الرياضي في البحرين. لا شك أن المجلس الأعلى لشباب الرياضة يعمل جاهدا لإيجاد الحلول المناسبة للأندية في هذا المجال، والقطاع الخاص سوف يكون مساند لهذا التوجه، خصوصا أن الآن مسار وزارة الشباب راح يكون محدد في عملية ترتيب شأن النوادي والرقابة عليها والإشراف عليها بشكل صحيح ومنتظم ومنظم، فهذا سيساعد النوادي على التركيز على أمور أخرى في حال ما تخلصوا من مديونياتهم المتراكمة، وهناك حلول تم نقاشها. المجلس تطرق للمشاريع التربوية والتعليمية والتي ستعمل على تقديم برنامج رياضي وتعليمي متكامل للطالب، بالإضافة إلى مشاريع تخصصية لممارسة الألعاب الجماعية، وتم استعراض الأهداف الاستراتيجية للمشاريع المدرسية لمواكبة التطور العلمي للطالب جنبا إلى جنب مع التطور الرياضي ووفقا للمعايير العلمية الحديثة، والعمل على صقل المهارات الفنية من خلال برامج تدريبية متكاملة بإشراف الكوادر التدريبية المؤهلة. أعتقد أنها اليوم خطوة رياضية مهمة جدا على صعيد الرياضة المدرسية، حيث قدمت وزارة التربية والتعليم بناء على توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة حفظه الله ورعاه فيما يتعلق بتفعيل التعاون واستخدام المنشآت المدرسية لخدمة الأنشطة الرياضية. قدمنا اليوم بحيث أن تكون هناك كبداية مدرسة في كل محافظة تهتم بهذا الجانب، جانب النشاط الرياضي المتاح لجميع الطلبة حتى إلى فترة بعد نهاية الدوام المدرسي. وفعلا قدمت عرض شمل على أكثر من خيار، وتم مناقشة مهمة تؤكد على أهمية أن يكون هناك توازن بين الجانب الأكاديمي والجانب الرياضي.
كما وناقش المجلس في جلسته الأولى عددا من الخطط المجتمعية التي تهدف للارتقاء بالمجتمع في سبيل المشاركة في تنفيذ السياسات العامة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، والتي تنسجم مع توجيهات جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه على صعيد تعزيز سهامات الشباب البحريني في صياغة مفردات التنمية الشاملة في المملكة، بالإضافة إلى تحقيق النقلة المنشودة التي تعزز مكانة البحرين. حقيقة يعني أحب أن أذكر نقطة وإشادة بسمو الشيخ ناصر بن حمد اللي اليوم وافق على إطلاق مسمى كبار المواطنين بدلا من كبار السن أو المسنين. كبار المواطنين الحقيقة يعني يحصلون على رعاية كاملة في مملكة البحرين لضمان جودة كبار السن، فإطلاق مصطلح كبار المواطنين هو يأتي تقديرا وتكريما من سمو الشيخ ناصر بحسب توجيهات القيادة، لأن تكون هذه الشريحة من المواطنين في عين وتقدير الجميع. العمل الجاد والمتكامل بين مختلف الوزارات والأجهزة الحكومية من أجل تنفيذ السياسات العامة للمجلس الأعلى للشباب والرياضة شكل الإطار العام للارتقاء بمسيرة الحركة الشبابية والرياضية ووضع المبادرات والبرامج الهادفة إلى تنفيذ تلك السياسات وفق خطط طموحة تستشرف المستقبل المشرق للقطاعين الشبابي والرياضي.